لكن مستحيل على الأول الأمانة، يعني كانت مستحيل. ممكن بعد ما أنا رجعت على أفريقيا بعد ما خلصت، لكن من نادي الصفاقسي فريق آخر بالنسبة لي أنا، كان لأنه جات العروض وكانت موجودة، لكن كانت صعبة جدا، صعبة. وإذا ما نقولكش مستحيلة أنه الناس تتقبلها، يعني في لاعبين عملوا يعني انتقلوا من نادي الصفاقسي للفرق في العاصمة وصارت لهم إشكاليات كبيرة، لأنه جماهير النادي الصفاقسي ما تقبلش انه قائد فريقها صح، ولا انه ابن النادي من ناديهم يروح لفريق اخر. ممكن لو تعمل تجربه احترافيه وترجع على فريق يقدروا يعني تعدى، لكن من صفاقسي فريق اخر كانت صعبه جدا. حضرتك لعبت كم سنه في صفاقسي كابتن، من اول الناشئين لحد ما خرجت منه للنادي الاهلي؟ انا اكثر من 17 سنه، يعني من 90 لاخر 2006، يعني 16 سنه. شايف يا كابتن ان دايما مقوله ابن النادي بتكون مختلفه عن اي لاعب بيجي من بره، لما بيكون دايما متربي على القيم والمبادئ ومتربي على الاسس وعلى الحماس وعلى دايما الحب النادي، هل ده بيختلف الملعب عن لاعب لما بيكون جاي من بره؟ يعني على حسب اللاعب، على حسب طبيعة اللاعب وعلى حسب حماس اللاعب، لكن ابن النادي أكيد يعني فما حاجة إضافية، يعني كي تبدا منتمي للنادي ممكن تولي ما تفكرش لا في كرة القدم، تفكر في الجماهير اللي بتتفرج برا، تفكر في أهلك اللي هما بيشجعوا الفريق، تفكر في أصدقائك وأصحابك، فهذا بيعطيك أكثر حماس وأكثر تشجيع، ما تفكرش إلا في الفلوس كما نقولوا احنا في مصر، في المصاري يعني ولا الفلوس، يعني تعرف تفكر اكثر تولي في 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 كره القدم. ابن النادي مهم يكون موجود، لكن تغير بعد الألفين، في بعد يعني اخر الالفينات تبدلوا، ما عادش فما ابناء نادي، ولات عقود، ولات يعني موارد كم هذيك، ولا اللاعب يفكر اكثر. لكن في كما قلت انا اخر التسعينات اول الالفينات كان مهم جدا انه يكون على الاقل العمود الفقري بتاع كل فريق يكون ابناء النادي. كابتن انيس دايما اول